بكاءها وقد استعدوا لذلك مخافة أن يخرج منها عنق أو يشرد دخانها فيحرق أهل الأرض فيكبحونها ما دامت باكية ويزجرونها ويوثقون من أبوابها مخافة على أهل الأرض فلا تسكن حتى يسكن صوت فاطمة عليها السلام. كيف لا تحزن في شهر به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلا؟ كيف لا تحزن في شهر به أصبحت آل رسول الله قتلا؟ كيف لا تحزن في شهر به رأس خير الخلق في رمح معلا؟ وروى الشيخ الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن جده عليه السلام أن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام دخل يوما إلى الحسن عليه السلام فلما نظر إليه بكى فقال له ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال أبكي لما يصنع بك. فقال الحسن عليه السلام إن الذي يؤتي إلي سم يدس إلي فأقتل به ولكن لا يوما كيومك يا أبا عبد الله. يزلف إليك 30,000 رجل يدعون أنهم من أمة جدنا محمد صلى الله عليه وآله وينتحلون دين الإسلام فيجتمعون على قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبي دراريك ونسائك وانتهاب ثقلك فعندها تحل بين ببني أمية اللعنة وتمطر السماء رمادا ودما ويبكي عليك كل شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحار. وروي في الخصال عن حمران بن أعين عن أبي جعفر محمد بن الباقر عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام يصلي والفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد. ارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على من غسله دمه وشيبه قطن والتراب كافور ونسج الريح أكفان والقناة الخطي نعش وفي قلب من والاه قبر
سيدي ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما، وجه الصباح وجه الصباح علي ليل مظلم، ربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر، إن طاب للناس الرقاد فهوموا. ايش فيك يا شيعي يا مؤمن ويا مؤمنة، خصوصا هالسنة بعدها؟ بي قرحة لو أنها بيلملم، هذا يلملم جبل، يقول له هالجرح في هذا الجبل لنهار. بي قرحة لو أنها بيلملم، نسفت جوانبه وساخ يلملم خلقا خلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان فيتهم من لي بيوم وغان، يشب ضرامه يشيب فود الطفل منه، فيهرم ما خلت أن الدهر من عاداته، تروى الكلاب به ويضمى الضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر، أوان الدنيا ويؤخر العلوي وهو مقدم، يعني مثل الحسين حاير يا مولاي، لا هو في مدينة جدة ولا هم آمن في الكعبة، وين يولي أبو علي؟ خرج الحسين من المدينة خائفا، خروج موسى خائفا، يتكتم يا ولي، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه هو اللي مشرف الكعبة أبو علي، وبه تشرفت الحطيم وزمزم، لقوا ضبعون من المدينة وسافر حسين، خايف من خلفه محمد وام الابن. أهل الكور أنتم أهل عزية، أنتم أهل دمعة، آبائي إلا كانوا وياي بالماتم يشيلون هذه الأبيات، خلي الكورة كلها ماتم يا مولاي. حالة محمد يا خلاق تشجي الأعادي، مشقوق جيبه ويلطم الهامة ويناد، يا حسين للسوق الضعان ذايب، كل ما تلوم الناس يصفي جراح ليده،
من الوجد نشفت دمعته وكل ما نهطى كل ما يسلون جذب وناته صار لا حد يسليني ترى من الأخورة كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمي ش عندك يا محمد قال هاللي يسوقون الضعاين هالنشامة قلبي ما هو باني عليهم بالسلام أنا خوفي يرد هالضعاين بس نسوى ويتام ريض لخياك بالضعن يا قرة العين يا حسين سلطان البلد لو عزميشي تطلع الناس تشيعة وتسرج على الخير وانت يا سلطان المدينة طالع بليل احسن وياكم اخذوني يا ضيلع تتنومس بنصرك يا ابو سكن الاجانب وانا نصيبي مثلك وانا نصيبي الحزن ومقاس المصايب لي الفخر والزود بيام الحرايب قاسيت انا هوالي الجمل ويام صفي ولكن الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ترى هذا حال كل مآتم البحرين ها والله المستمع اللي موجودين في المآتم ساعات ما يخلونا نعرف نقرأ حر في قلبه شوفه يبكي وانت بتدخل الموضوع هذا حال الشيعة أبو علي ما بيسوي لنا حل يعني السنة خلاص أبا عبد الله احنا شيعتك من صغرنا وياك يا أبا عبد الله طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم مدار الحديث أيها الأحبة المؤمنون والمؤمنات حول العدالة الإلهية انطلاقا من محورين المحور الأول نتناول فيه مفهوم العدل والمحور الثاني أكو في بعض الإشكالات التي نجيب عن هذه الإشكالات تحت عنوان التمايز بين الموجودات سر من أسرار العدالة الإلهية المحور الأول ما المقصود بالعدل حتى نعرف العدل الإلهي
ما معنى العدل؟ العدل له معنيان. المعنى الأول للعدل إعطاء كل ذي حق حقه، سواء كان الحق ناشئا عن عمل تكويني أو كان الحق ناشئا عن اعتبار قانوني. التفت وياي، يعني مثلا إجا واحد إلى السوق، إلى باحة المسجد مثلا، خارج المسجد وعند بضاعة، ووضع تلك البضاعة في مكان خالي ماكو بي أحد، اكتسب حقا في هذا المكان. ليش يسمونه حق السبق؟ عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. يعني تشيله من المكان، هذا الظلم بغير وجه حق، يعني تشيله تباعده تقول لي قوم، هذا ظلم. العدل أن يبقى مكانه، هذا منشأ تكويني، أو كان اعتبارا قانونيا. مثل شنو؟ مثل حق النفقة، من حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها، هذا حق. عدم إعطاء الزوجة النفقة هذا ظلم، فمن حقها عليك أن تنفق عليها، هذا اعتبار قانوني. فهذا المفهوم الأول إلى العدل. بس إذا تلاحظ وياي أن هذا المفهوم إعطاء كل ذي حق حقه، هذا خاص بين إحنا البشر مع بعضهم البعض، لأن إحنا تربطنا مع بعضنا البعض علاقات، وهذه العلاقات تولد حقوق، مثل العلاقة بين الأب وابنه، أكو حقوق وواجبات لولا، أكو حقوق بين الزوج والزوجة، بين الرئيس والمرؤوس، هذه كلها حقوق. فهذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني قالوا: الإفاضة على الموجودات كل حسب استعداده. إفاضة الوجود على الأشياء كل حسب استعداده، هذا المفهوم خاص بالله عز وجل وحده. إفاضة الوجود على الأشياء بحسب استعدادها، هذا خاص بالله. ليش يعني المفهوم الأول ما نقول عنه أنه بعد يشمل الله عز وجل؟ لا، ما يصير، لأن إحنا قلنا إعطاء كل ذي حق حقه. يعني حتى تروح ويا المفهوم الأول تفترض وجود حق تبني عليه. الحين أنت كمخلوق إلك حق على الله عز وجل؟ ما إلك حق. يجي واحد يقول تعال، الحين الحياة مو حق، يعني الصحة مو حق إليه؟ أقول له لا، كل ما عندك نعم. أشرنا أمس إلى هالموضوع، كل أنت بكيانك كلك ملك لله عز وجل. الصحة نعمة، الحياة نعمة، الذرية نعمة، هذه نعم تفضلية الله عز وجل ينعم بها على من يشاء من عباده. فإذا نزع منك الصحة ما يجي تقول، مع أننا سامعين ناس ترى إحنا، الله ظلمني خلاني عليل، حاشا، عدل لا يجور. الله ظلمني أخذ من عندي هالحبيب، ليش ما أخذ فلان وأخذ علان؟ بعضهم يقولون هالكلام صح لو لا، ليش يأخذ فلان؟ عندي ولد مريض وأخذ الصاحي، وبكيفك، الله هو اللي منعم وهو يعلم بمصلحة عبد بعد. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. بس أنا وياك ترى علاقتنا بالله كلها علاقة مادية، كلنا نبغي مادة. شوف دعائي أنا إذا بدعو، يا الله عطني، زيدني عاد شوية في العطاء، اللهم أعطني بيتا، اللهم أعطني زوجة، عطني أولاد، كل دنيا كل دنيا، ما لنا علاقة بالآخرة، متشبثين بهالدنيا، متشبثين بهالدنيا، لأن إحنا ترى الماديات غزتنا، أكلتنا من شعرنا إلى أخمص قدمينا، هذا إحنا عشنا في الماديات. ومتى ما خرجنا من هالبوتقة، بوتقة الماديات، بتشوف علاقتك بالله عز وجل مختلفة. تتذكرون أمس الحديث، احنا لازم نؤمن بأن كل ما لدينا من عند الله، وأنت ما مالك شنت، الملك لله عز وجل. ها؟ والله ما خلق إلى الدنيا، التفت، الله مو خالقنك إلى الدنيا، الله خالقنك إلى النعيم، هذه دار بلاء، دار امتحان.
فالمفهوم الثاني إعطاء، المفهوم الأول إعطاء كل ذي حق حقه خاص بالبشر، المفهوم الثاني إفاضة الوجود على إفاضة الوجود على الأشياء بحسب استعدادها، هذا خاص بالله عز وجل، لأن ما عليك حق، ما إليك حق على الله، كلها نعم. أوحى الله إلى موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يا موسى اشكرني حق شكري، قال إلهي وعلى ما أشكرك؟ فكلما وصلت إلى شيء أشكرك عليه علمت بأنه نعمة منك. حتى هذا الشكر اللسان نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله. وذاك اللي مر على مكسر على باب بيته وهو يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قال لي عجيبة، مكسر أعمى ما تقدر تمشي وكله تحمد الله أنت؟ قال أحمده لأنه جعل لي قلبا صبورا ولسانا شكورا. الله، شو العلاقة بالله عز وجل؟ شو العلاقة؟ الله ناعم علينا، شقد نعم. أسألكم بالله أنا وأمثالي القاصر هالمتكلم، كم مرة أقول الحمد لله في اليوم؟ أنا قليل صح لا؟ والقرآن يقول وقليل من عبادي الشكور. إحنا مفروض كل خطوة نحمد الله عليها، كل خطوة نشكر الله عز وجل، نسجد إليه شكرا. إحنا نقول لأولاد تعال لا تخلي سجدة الشكر عاد، يقول لك إلا مستحبة. تسبيحة الزهرة قال لك إلا مستحبة. أيمات قال إلا مستحب. هذا إيش بقى بعد؟ إيش بقى بعد؟ مو هذه سجدة الشكر أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. سجدة الشكر بكيفك، لو عساك ساعة كاملة بتسجد. ها أي والله، شو نسوي شو نسوي؟ الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ترى استشهد في كربلاء من أجل الصلاة، من أجل هالشعيرة أن تبقى. أمير المؤمنين عليه السلام يصلي في قلب المعركة، الإمام الحسين يصلي في قلب المعركة. فعلى أي حال فيقول لي على ما أشكرك؟ وكلما وصلت إلى شيء علمت بأنه نعمة منك فعلى ما أشكرك؟ قال الآن شكرتني حق شكري لأنك علمت بأن كل ما لديك نعمة فشكرتني حق شكري. فالمعنى الأول خاص بالناس، إعطاء كل ذي حق حقه. المعنى الثاني إفاضة الوجود على الأشياء بحسب استعدادها، هذا خاص بالله. شوف النملة عندها استعداد لوجود ضئيل يفاض عليها حسب هالاستعداد. أنت يا ابن آدم عندك استعداد ما شاء الله لوجود كبير، يأتيك الفيض الإلهي بحسب هذا الوجود. فهذا المحور الأول مفهوم العدل. الحين عرفنا إيش معنى العدل الإلهي. المحور الثاني والذي يقودنا إليه مجموعة من التساؤلات التي تنقدح في العدالة الإلهية. السؤال الأول، واحد يجي يسأل يقول إذا الله عادل ليش خلقني للموت؟ ليش خلقني أساسا إلى الموت؟ إلى البلاء؟ إلى الحرمان؟ يجي واحد يسأل سؤال ثاني يقول إذا الله عادل ليش خلق الكافر وهو يعلم بأنه كافر؟ ويخلق المحروم ويعلم بأنه سيعيش محروم، أليس هذا ظلم؟ أليس من حقي عليه ألا يخلقني أساساً؟ يجي واحد ثالث بعد يسأل يقول تعال ليش هالتمايز؟ هذا أبيض هذا أسود هذا غني هذا فقير، ليش ما خلقني ولد رسول الله مثلاً أنا؟ ليش ما خلاني ولد إمام؟ ليش ما خلاني فلان؟ ليش ما خلاني علان؟ خلاني بهالصورة؟ أسئلة كثيرة تقودنا إلى المحور الثاني، وهو أن التمايز بين المخلوقات سر من أسرار العدالة الإلهية. السؤال الأول، لماذا خلقني الله؟ مو أبو العلاء المعري يقول إذا مت هو عند الموت قال اكتبوا هالبيت على قبري، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. يعني أبوي يتزوج أمي وأنجبني وهذا أنا في قبري ميت في هالحفرة الضيقة، ليش جايبني؟ هذا أنا لا تزوجت ولا جبت أولاد ولا جنيت على أحد. هذا أبو العلاء المعري، لماذا خلقني الله تبارك وتعالى؟ أليس الله غنيا عن خلقي؟ حتى نجيب على هالتساؤل، الفلاسفة يطرحون قاعدتين فلسفيتين، والتفت وياي شوية. القاعدة الأولى
يقول الفلاسفة: الفاعل الناقص مستكمل بغايته، والفاعل الكامل غايته إظهار وجوده. خليني أفصلها إليك. الفاعل الناقص مستكمل بغايته، إيش معنى هالكلام؟ يعني أنا جاهل، ما عندي علم، والجهل نقص. أروح أتعلم بالمدرسة، أروح أثقف، أقرأ في الكتب، أتعلم من هنا وهناك حتى أرفع هذا النقص. فغايتي شنو؟ أن أصل إلى الكمال في هالجانب الناقص. فمدام أنا فاعل ناقص، غايتي أن أرفع هذا النقص بالكمال العلمي. إنزين، والفاعل الكامل غايته إظهار وجوده، إيش معنى هالكلام؟ يعني خذ إليك مثال. حاتم الطائي بلغ الكمال في الكرم، عندنا نواقص هو كثيرة، بس في الكرم بلغ الكمال، بلغ الكمال في الكرم. إنزين، مدام هو بالغ الكمال، يعني ما عنده نقص في هذا الجانب، ليش يستمر على الكرم؟ هو مو هدف أن يسد هذا النقص، هو مو ناقص. قالوا يظهر الكرم، ليش؟ ليظهر كماله، يظهر وجود وذاته بهذا الكرم. إذا جينا إلى الله عز وجل، الله هو الكمال المطلق، الله مو ناقص. يعني الآن الله خلق حتى يكمل نقص في هالجانب؟ حاشا لله. لا خلقك بيزيد في مملكته، ولا إعدامك بيقلل بعد من مملكته أبدا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لا راح يزيد في مملكته ولا راح ينقص من مملكته. إذن لماذا خلق الخلق والوجود؟ قالوا خلق الخلق والوجود لإظهار كماله وجلاله. أمو نقرأ في الحديث: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. أنت تعرف الله من شنو؟ تستدل على الله عز وجل من شنو؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أنا لا أرى شيئا إلا وأرى الله فيه وقبله وبعده. تتجلى عظمة الخالق في مخلوقاته، صغيرة كبيرة كلها تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. بس الناس أعداد ما جهلوا، ما يدرون. حشرة ضايقني أنا وأمثالي، وإيش الله خالق لنا هالبلاوي هذه؟ ليش عاد تأذينا؟ علماء البيئة يقولون ترى هاي وجودها كلها ضرورة من أجل التوازن البيئي، كلها تدل على عظمة الله عز وجل. تتأمل في النملة، تتأمل في الفيل، تتأمل في غيرها، تتأمل في الأجرام، تتأمل في نفسك أنت، كلها تدل على كمال الله تبارك وتعالى. زين، هذا لماذا خلقني الله؟ يجي واحد يسأل بعد: ليش خلق الكافر؟ أسئلة كثيرة هاي تطرح، كثير من الناس يسألونها: ليش الله خلق الكافر؟ ألا يعلم بأنه سيكون كافرا وسيموت كافرا؟ إن قلت ما يعلم مشكلة، الله يعلم. شلون نجيب عن هالتساؤل هذا وهالإشكال؟ أيضا الفلاسفة عندهم قاعدة، قاعدة مهمة جدا، يقولون: العلم ليس من سلسلة علل المعلوم. إيش معنى هالكلام؟ العلم ليس من سلسلة علل المعلوم. يعني عندك أنت ولد صغير، تعلم أنت متيقن في قلبك وفي نفسك أنه إيش ما علمت هذا فاشل، ماكو فائدة منه، لا عند استعداد إلى العلم، لا عند اختيار إلى العلم أبدا. مع ذلك أنت شو تسوي؟ تودي إلى مدرسة، وتودي إلى مدرس، وتنتخب إلى خوش مدرسين بعد، والنتيجة شنو؟ فشل. النتيجة فشل. إنزين، إيش معنى هالكلام كله؟ يعني الله عز وجل خلق المؤمن والكافر على حد سواء لإظهار كماله وجلاله. الكافر اختار الكفر بإرادته واختياره، هو اللي اختار. يجي البعض يقول: ليش ما عشنا في زمان الأنبياء والأئمة؟ عندنا إمام نشوفه، ليش ما صرت في زمان أنا؟ أنا عندي لك رواية، عندي لك رواية، وإن شاء الله تغير بعض المفاهيم. رشيد الهجري رضوان الله عليه، أشهر من نار على علم رشيد الهجري، من أصحاب أمير المؤمنين الخلص عليه السلام، اللي حملوا علم المنايا والبلايا. وتتذكرون يوم حبيب ابن مظاهر الأسدي، كثير من الخطباء يجيبون هالرواية، لما وقف حبيب مع ميثم
رضوان الله عليهما عند مجلس من مجالس بني أسد، وكل واحد علم الثاني بمصيره، كأني بشيخ يبيع البطيخ عند باب الرق، وكأني بشيخ أحمر. على أي حال هاي الرواية. وبعدين مشوا، فإجا يبحث عنهم رشيد، قال هل مر بكما حبيب أو ميثم؟ قالوا بلى، وكل واحد كذب على الثاني كذب شقدها. قال ماذا قالوا؟ قال كل واحد قال كذا وكذا. قال رحمك الله يا ميثم، نسيت أن تذكر بأن الذي يحمل رأس حبيب سيزاد في عطائه. هاي الرواية. فقالوا أنت أكذب منهما بعد. هذا رشيد الهجري. أمير المؤمنين خبره، تقطع أطرافه ولسانه، ابن زياد يقتله. جابوا إلى ابن زياد، ماذا أخبرك مولاك؟ قال تقتلني. بأي طريقة؟ قال تقطع يدي رجلي ولساني بعد. قال وما قولك أني مخالف لمولاك علي؟ بقطع أطرافك وبخلي لسانك. قال لي ما تقدر، هذا علم لدني من عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ما تقدر. فقطعت أطرافه. تعرفون بعدين لما بقي لسانه وفيه رمق من الحياة، طلب كتفا ودوات وجابوا إليه، وقام يعطيهم من علوم علي بن أبي طالب وفضائله. قالوا إليه لحق، ترى هذا بيفضحكم. فراحوا إليه وقطعوا لسانه ومات. لما قطعوا أطرافه، شاهدنا من الرواية، إجوا عشيرته وشالوا وياه أطرافه. بنته الصغيرة حاملة طرف من أطراف أبوها وتمشي عند رأسه، تقول لي أبا ألم تشعر بألم؟ ما طرى عليك ألم هم يقطعونك؟ قال لا يا بني، وكأنني بين الزحام، مثل الزحام أمشي بين الزحام بين الناس. قالت أبا ما أفقهك، إيش هالحب اللي عندك والعقيدة واليقين بالله عز وجل؟ قال ألا أحدثك بحديث؟ هذه تسميها عقيدة ويقين؟ يأتي أقوام في آخر الزمان عقيدتهم أعظم من عقيدتنا. إحنا شفنا علي بن أبي طالب، شفنا الحسن، شفنا الحسين، هؤلاء ما يشوفون إمامهم، مغيب عنهم، ومع ذلك عقيدتهم في أهل البيت أعظم من عقيدتنا. الله، أقسم جازما، ترى منو يقصد؟ يعني يقصدكم أنتم أحباب الحسين سلام الله عليه، الله يثبتكم على ولايتهم. أحباء الحسين، أحب الله من أحب حسينا، وأبغض الله من أبغض حسينا. من أراد الله به الخير ألقى في قلبه محبة الحسين. هذا خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. أسأل قلبك أنت يلي تسمعني الآن، أنت يلي تتابعيني الآن، اسألي قلبكم شقد تحبون الحسين، شقد تحبون الحسين. هنيئا لكم هالونة، هنيئا لكم هالحنة. اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا أهل البيت، احيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. هذا الإمام يترحم على هالأصوات وهالونة وهالدمعة، ها؟ وانت ما شفت الحسين ولا قعدت ويا الحسين ولا شفت هالنور الرباني، هنيئا إليك. البعض يتعجب، نقول لي يوم الحسين طلع من المدينة كل أهل المدينة ودعوه، كل بني هاشم ودعوه، إلا أم البنين ما ودعته. يتعجب من هالرواية، يقول معقولة؟ أنت ما عرفت حب الحسين في قلب أم البنين؟ ما عرفت إيش قد تحب أم البنين؟ قاعدة بحجرتها، إيدها على خدها، ودموعها تصب كالمطر. دخلوا عليها الهاشميات، قومي يا أم عباس ترى الحسين بيسافر، كل الناس ودعوا إلا أنتينا ما ودعتينا. قالت أني إذا أودع الحسين أودع روحي من جسدي، لكن نادوا أولادي، نادوا على أبو فاضل، إجوا مسرعين يقدمهم قمر العشيرة،
بطل. فتح الباب أبو فاضل على أمه، وإذا يشوف أم البنين قاعدة قاعدة الحزين بوسطة الحجرة، واضع راسها بين ركبتيها وتتمايل يمينا وشمالا من المصيبة. مثلك 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 إذا تتذكر الحسين طالع مودع حرم جدة. إيه أبو علي، إجى أبو فاضل وجثى بركبتيه أمام أمه. أبو فاضل حنون وشال رأس أمه وخلاه بصدر أبو فاضل وقام إيون ويا أمه. يما يما أم البنين لا أبكى الله لك عينا، ارفعي رأسك إلى السماء، أنت أولادك أربعة ما في مثلهم، أنت زوجة أمير المؤمنين. قالت بلى يا أبو فاضل، وأني قادرة أرفع رأسي من المصيبة. اليوم مصيبة عظيمة على قلب أمك يا أبو فاضل، الحسين طالع وما بيرجع إلى المدينة. إيش عندك يما؟ مدت إيدها أم البنين. قالت أبو فاضل خل إيدك بإيدي، خل إيده بإيد أمه. جعفر، عون، عبد الله، تعالوا جيبوا أياديكم أولادي، كل واحد خل إيده على إيد أمه. أم البنين أخذت إيدها الثانية وطبقت على أيادي أولادها. قالت أولادي، اسمعني اسمعني يا مؤمن، اسمعيني يا مؤمنة، أولادي عندي وياكم وصية خلوها بأعناقكم، إذا ما تلتزمون بيها ماني أمكم. يحرم عليكم لبن صدري يا عباس. ش عندك من وصية يما؟ قالت أوصي كان بزينب يا ابو فاضل كفلها. اوصي كان بزينب يا ابو فاضل كفلها، وبكل وقت عيناك يا ابني دايم لها، تبقى تراهي بالهضم من بعد اهلها. تضيع زينب يا ابو فاضل، توقف على جثثهم براضي الغابري. ولدي انت سواد عيونها وانت نظرها، وانت فخر المخدرة وانت قمرها. سامحني ليكون احد يا ابو الفضل يهتك سترها. صارت يم البنين قالها على خدر الودي على توصي، ما تنهضم يا والدة بحضرة العباس، احلف شخصها ما تشوف سائر الناس، كان العمد حول علي وفتت الراس، بحبال تتربط وتدخل للدواوي. يا ماما شو هالمصيبة؟ وين إمامك الحسين؟ قال الحسين عند قبر جده صلى ركعات وضم الضريح إلى صدره، بكى بكاء مريرا، هومت عينه على القبر الشريف، فرأى النبي في عالم الرؤيا، وقد أقبل إليه في قبيل من الملائكة، فاتحا باعه إليه، ضم الحسين إلى صدره، قبل ما بين عينيه مناديا حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، كأني بك عن قريب في أرض كرب وبلا، يا علي تذبح من القفا وأنت مع ذلك عطشان لا تروى وظمآن لا تسقى، بين عصابة من أمتي وهم يرجون شفاعتي، لا أنا لهم الله شفاعتي يوم الخيامة. قال خذني إليك،
ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكة، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، فأشاب الهم رأسي قبل أبان المشيب. يلا. فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيب، يلا أهل الكورة، ونداء بافتجاع يا حبيب، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من صبر وحزم سابق، ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الآس شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج، قل لا تنجي عقلي بذبحك الشيعة من النار، بذبح شبانك وذبح اطفال الصغار، وصير لجلك كربلاء مقصد الزوار، الامر كله يا الولد مكتوب باللو، يا حسين سافر بالحراير والنساوير تنذبح يا ابني ونسوتك تدخل، هذا إلك، خل تنصب الشيعة النياح عليك وانت لتنجيها ويصير الذنب مصفو، ودع القبر الشريف وراح إلى البقيع، يا علي يا علي شلون روح إلى البقيع حاط إيده على خاصرة محنية الظاهر، قام يتخطى القبور قبرا من بعد قبر، وإجا إلى بقعة ما عليها شواهد، عندما وصل إليها تمدد عليها طولا بطول، يما في أمان الله، زهراء في أمان الله، الأم عزيزة الأم حنونة، إذا عندك أم موجودة الله يحفظها وتضيمك الدنيا وتصيبك مصايب، لا زوجة تخففها عنك ولا أحد، إذا عندك أم روح وخل راسك على رجلها تمسح بإيدها على راسك كل هموم الدنيا تروح، الحسين إجا وتمدد على قبر أمه، حط خد الأيمن على التراب رش القبر بدموعه، قصدتك يا الحنونة وياك وسط القبر ضميني، ما تدرين يا زهراء بجور الزمن ماذيني، يا علي يا علي وقع فوق القبر يصرخ دقومي ونشفي دمعي، وقع فوق القبر يصرخ دقومي ونشفي دمعي، مثل ما وقعت الزهرة على قبر النبي تنعي، يا مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر،
ضميني وسط قبرك أسليك وتسليني. تحمل تحمل هالأبيان. يلا يا مؤمن ويا مؤمنة، تطوي تطوي أيام محرم، سجل روحك بدمعة عد أمك ما تنساها إليك، محنية الظهر دموع جارية على قبر الزهراء. أوالي وقع فوق القبر يصرخ، دقومي ونشفي دمعي مثل ما وقعت الزهراء على قبر النبي تنعي. آية مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر، أميني وسط قبرك أسليك وتسليني. يصرخ والقلب مفجوع يا زهر ارحمي بحالي، دهتني هموم تترادف عن يميني وعن شمالي، ولن الصوت يا حسين غالي الولد أضمك وسط قبر شلون تقدر تنظر عيوني. ما تقدر يا أبو علي، ما تقدر تشوف أمك، كفاية المصايب اللي جايتنك يا أبا عبد الله. تقل ما تقدر تشوف أمك يا نور العين، ما تقدر وقلبك ينكسر بس ما تشوف الضلع المكسر، لكن أبت لا قوياك يا ابني بعرصة المحشر. بأي حالة إذا شفتك بلي رأس واقف ما تحاجيني. أبا عبد الله ما أسمع صوت زينب، ما جبتها وياك، وين العزيزة؟ إلك يا ابني مصايب ما أحد يقدر يعددها، وكلها براس محجوبة علي والله يساعدها. قالها مصيبتك كلفة ومصاب فرع من عدها، مسمارك يصير أسهام كلها بكربلة تجيب. إلهي بغربة الحسين، إلهي بعطش الحسين، فرج عنا فرجا عاجلا يا الله. بعد تتحمل يروح للعضيد. ومن قال لك ما راح إلى أبو زينب؟ ومن قال لك ما راح على قبر أبو محمد؟ سنخاف أخذ وقت المستمع، يكون خطيبنا طول، بس والله علشان خاطرك أرودي على قبر. وراح على قبر وماكو أعز من الأخو. الأخو إذا راح ما حد رجع، الأخو إذا راح ما حد يعوضه. راح على قبر شلون ما راح؟ ويلا يا مولاي بس بيتين، بس بيتين سامحني عليها، سامحني يا مولاي بس بيتين. وقول إلى أمهم يا زهراء أنا يوم ثاني اختلطت دمعتي على الحسن والحسين. يقول تخصار على قبر العضيد ويعلم الله
احزان قلبي يوم صاح وداعت الله. هذا يا خويا اللي علينا قدر الله، سمك وذبحي من قبل تكوين الوجود. انت قضيت يا ابو محمد، انت قضيت اللي عليك من المنية، عالجت غصتها وظل اللي علي قصدي بهالسفرة يا خويا الغاضرية. وعندي علم من طلعتي للوطن ما عود خويا يا ابو محمد. هذا غربة، غربة البيت هذا تشعر بغربة الإمام الحسين رحمك الله أبو يوسف. خويا يا أبو محمد علي رحب الفضا ضاق قلبي يا خويا ذاب من لوعات الفراق برض المدينة قبرك وقبري بالعراق ورد للمنازل والدمع يجري بالخدود. نادى يدور المجيد ضليت خلية مثل مآتمك أبو علي، مثل حسينياتك أبا عبد الله تذكرنا بهالدار الخالية. كل واحدة من النساء محمد بن الحنفية بزاوية، أم البنين قاعدة بزاوية مثل مآتمكم. نادى يدور المجيد ضليت خلية طوح الونة وجاوب ابن الحنفية قال له شعبتني يا غريب الغاضرية عن وطن جدك يا عضيد بليل مطرود. خرج الحسين من المدينة خائفا خروج موسى، خائفا يتكتم إلهي بغربة الحسين بعطش الحسين. فرج عن كل مكروب يا الله، اشف كل مريض، فرج عن كل مكروب، تقبل منا هذا القليل يا الله يا الله، ولا تحرمنا من ذكر الحسين يا الله يا الله يا الله. اكشف هذا الوباء عن العالمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الإخوة المتابعون المستمعون الأخوات فردا فردا المسببون لهذا الشرف العظيم، احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ومن تحوطه عنايتهم ونحن وإياهم يا الله إلى موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أجمعين، لا سيما العلماء الأعلام، موت المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان، نهدي الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد. الله أجوركم جميعا.